السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي خوتي خواتاتي. إن شاء الله كاملين تكونوا بخير. يمكن هذا آخر يوم تشوفوا زينو أمارجدي بهذه اللحية، يعني راح ننقص منها، ما راحش نحيها كاملة ولكن راح ننقص منها، ننقص من شعري. دونك خوتي خواتاتي قولوا لي رأيكم، سمحوا لي خوتي خواتاتي، أنا بالي بيدخلكم دخلات غريبة نوعا ما، ولكن اليوم راح يكون تلبية طلب مجموعة كبيرة من الناس. قالوا لي زينو أمارجدي راك ما شفتش هذا الخبر، راك ما عرفتش هذا الخبر، راك ما سمعتش هذا الخبر. وهو الرئيس دونالد ترامب يعني قام بتعيين على رأس ثلة من الخبراء المغربي منصف سيلاوي. يعني تكلمت عليه مؤخرا في قناتي بسبب احد الفيديو الذي احدث ضجه عن منصف سيلاوي، اللي يعني عنده خبره في هذا المجال في ميدان يعني الابحاث العلميه الى اخره. الرئيس الامريكي اعلن يوم الجمعه عن تسميه العالم المغربي الاصل منصف سيلاوي رئيسا للجهود الحكوميه الامريكيه لتطوير وتوزيع لقاح فيروس كورونا. يعني خلى كل الجنسيات الاخرى، بما انه العقل والامكانيات موجوده عن هذا الانسان وهذا العالم الباحث المغربي، يعني كلف عينه هو. وهذا امر مشرف ليس للمغرب فقط، وانما مشرف للمسلمين، لانه اليوم منصف سيلاوي ماهوش يعني في التعليقات قاعد يسب في الجزائريين ولا يسب في المغاربه ولا يسب يعني في هذول. هذا منصف سيلاوي انسان تعب وقرا وبحث ودار ابحاث كبيره، وهو اليوم سينفع البشريه. يعني ان شاء الله ربي يوفقه ويقدره، يعني باش شوف الفرق. يعني علاش قلت لكم ما يسبش في التعليقات الى اخره؟ لانه الانسان اللي ما عنده حتى حاجه في حياته، الانسان يعني معظمهم مراهقون ما عندهم حتى حاجه في حياتهم، هما هذوك الناس اللي يروحوا يسبوا ويشتموا يعني من دون فهم ومن دون اي غايه. المهم منصف سلاوي هذا يعني ينتظر ان يضم الفريق العلمي الذي يشرف عليه السلاوي مسؤولا رفيعا من البنتاغون والجنرال جوستاف بيرنا، وذلك لتكثيف التعاون بين وزارتي الصحه والدفاع من اجل تطوير لقاح فعال لفيروس كورونا باسرع وقت ممكن. لانه يعني باش تدخل يعني جنرالات وقيادات مثل هذه والرئيس شخصيا يسلمك ويكلفك بهذه المهمه، لابد عليك انك تعرف انه كما نقول احنا في الجزائر، الموس وصل للعظام، السكين وصل للعظام، يعني خلاص يعني ما بقاتش رجوع الى الوراء، لازم نمشيو الى الامام من اجل ايجاد الحلول ان شاء الله. المهم كيف اختار دونالد ترامب مثلت اقاله الدكتور ريك برايد، المدير السابق لهيئه البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، وهو المسؤول الحكومي الارفع عن تطوير الأدوية والمضادات الطبية، فرصة للإدارة الأمريكية للبحث عن مسؤول تتركز في هذه المهام العلمية لمكافحة الوباء. وأقال ترامب رئيس أمريكا أقال برايت على خلفية معارضته استخدام دواء الهيدروكسيكلوروكين في علاج مرضى كورونا، على العكس مما طالب به الرئيس ترامب. يعني رئيس ترامب قام بإقالة أحد المسؤولين اللي يسموه الدكتور برايت، وقام بتعويضه بمنصف سلاوي، لأن الدكتور برايت يعني كان ضد استعمال الدواء اللي حقق نتائج إيجابية كثير، والمغرب كانت واحدة من أول دول اللي استعملته يعني في أفريقيا، وهو دواء هيدروكسيكلوروكين. وهذا الدواء نفسه يقومون بتطويره في فرنسا في مارسي عن ذلك الطبيب يعني الذي قمت بالحديث عنه. المهم حذر برايت لاحقا من المخاطر القادمة، وذكر أن الولايات المتحدة ستعرف الشتاء الأكثر ضمة بالتاريخ الأمريكي المعاصر في إشارة للشتاء المقبل. يعني ممكن هذا الله أعلم، ولكن علمها لله عز وجل. وسعى البيت الأبيض لاختيار شخص يتمتع بمواصفات خاصة علمية وإدارية للإشراف على فريق حكومي واسع بهدف التوصل للقاح الفعال ضد كورونا. وضمت قائمة المرشحين المبدئية عددا من كبار العالم في مجال تطوير الأدوية، على رأسهم السلاوي والعالم من أصول جزائرية إلياس زيرهوني، الذي سبق له ترأس معهد الصحة القومي الأمريكي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، والذي له خبرات واسعة في تطوير اللقاحات بشركة سانوفي. كما تشاهدون خواتي خواتاتي، كانوا كاينين مرشحين ولا مرشحات أصلهم ليس من أمريكا نهائيا، بل من المغرب والجزائر. ترون يعني أن المعجزات بإمكاننا أن نحققوها لو نتخطاو فقط تلك العقدة، أنه إحنا ما نحبوش، إحنا ما نحبوكم، أنا نكرهكم. نتخطاو هذه العقدة فقط، والله سنصنع معجزات خواتي خواتاتي. المهم أجرى سهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر وديبرا بريكس عضوة فريق إدارة أزمة كورونا بالبيت الأبيض، هذا فريق مكلف بأزمة كورونا موجود في البيت الأبيض، إضافة لوزير الصحة أليكس أزار مقابلة مع الدكتور السلاوي. تخيل معي يعني كل الشخصيات تأتي شخصيا من أجل أن تتكلم معك ولقاء مباشر معك. نجم عندها إجماعهم على أنه الرجل المناسب للمهام الصعبة. يعني قاموا في هذا الاجتماع بتعيين منصف السلاوي من طرف يعني سهر الرئيس دونالد ترامب ووزير يعني الصحة ومجموعة أخرى من الشخصيات الرفيعة والشخصيات العالية المقام في الحياة الدنيا طبيعة الحال وفي أمريكا خاصة. وكي تقول أمريكا راك تقول يعني العالم. قاموا بالاجتماع مع منصف السلاوي وقاموا بالاتفاق على أنه هو الرجل الأنسب.
المهم، لم يتفق موقف الدكتور السلاوي دائما مع ما يصرح به الرئيس ترامب فيما يتعلق بمستقبل الوصول للقاح الفعال أو مصل ليقضي على فيروس كورونا. وأكد السلاوي أنه لن يغير قناعته بعد انتشار أخبار اختياره لهذا المنصب، يعني برغم تعارض يعني نوعا ما معتقدات هذا منصف سلاوي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه منصف سلاوي قال يعني سأبقى سأتقبل هذا المنصب ولكن سأبقى بعقيدتي وباعتقادي وبالبرنسيب تاعي. يعني تحياتي على هذا الشخصية القوية جدا من منصف سلاوي. تعارض المصالح. في البداية لم يبدي الدكتور السلاوي أي اهتمام بالمنصب الرفيع، وكرر أنه منكب ومشغول بأبحاثه وعمله في مجال الاستثمار في مجالات تتعلق بقطاع الصحة، ودفع اختيار سلاوي إلى خروج العدد من التحذيرات المتعلقة بتضارب المصالح، كون سلاوي أحد أبناء شركات صناعة الأدوية المخلصين، حيث سبق أن أشرف لأكثر من 8 سنوات على وحدات أبحاث الأمصال بشركة جلاسكو حتى غادرها عام 2017 ليبدأ رحلة مع الاستثمارات في مجال الصحة. والاستثمار في مجال الصحة وطبيعة الحال الهدف والغاية منه هو تطوير الصحة، تطوير يعني المستشفيات، تطوير الأدوية، وتطوير يعني المختبرات تاع الأبحاث تاع الأدوية والأمصال والفيروسات إلى آخره. لذلك هو رجل مهمات صعبة، وهو الرجل الذي استنجد به العالم واستنجد به أمريكا بالخصوص من أجل اختراع دواء لهذا المرض الذي أتعب الإنسانية، قتل العديد من الناس، قتل الآلاف، ويعني أدخل العالم كله في صمت وفي ظلام داكن. المهم خواتي إخوتي، منصف سلاوي عنده تاريخ قديم جدا وحافل، والله العلي العظيم أنا كجزائري قسما بالله العلي العظيم فرحتي من القلب لمنصف السلاوي، أنه يعني باسمه باسم الإسلام باسم المغرب، يعني صراحة اسمه فقط منصف اسم عربي، السلاوي اسم مغربي، يعني هذا الاسم فقط لما تشوفه مكتوب يعني شرف كبير للمسلمين، شرف كبير لنا احنا كمغرب كبير. والله العلي العظيم غير شيء مفرح بدون حقد وبدون كره، ويعني خاصة زكارة في الناس اللي هم يديروا في الفتنة بين الشعبين. الحمد لله وشكر لله، كاين الناس واعية وناس مثقفين يعرفوا الخير ويعرفوا الشر. المهم موصف سلاوي هو خبير مغربي في الصناعات الدوائية، يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمل سابقا رئيس لقسم اللقاحات في شركة جلاسكو سميث كلاين. ويعكس تعيين السلاوي رغبة إدارة ترامب في تسريع وتيرة تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، استنجدوا به من أجل تسريع الوتيرة من أجل الحصول على الدواء في أسرع وقت ممكن. ولد الدكتور سلاوي بمدينة أكادير، ابن مدينة أكادير، وانتقل هو وفي 17 إلى الدراسة في بلجيكا التي عاد منها بدكتوراه في البيولوجيا الجزئية ودراسات المناعة. وأكمل سلاوي دراسته وأبحاثه الطبية في جامعة هارفارد، جامعة كبيرة جدا في أمريكا، وجامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، قبل أن يتوجه رئيسا لقسم اللقاحات في شركة جلاسكو سميث كلاين. يعني عنده تاريخ حافل في هذا المجال، وسبق أن عبر خلال لقاءات صحفية أن هناك 800 دراسة سريرية تجرى في العالم من أجل تحديد كل الخصائص التي تتعلق بفيروس كورونا كي يتم التوصل للقاح الفعال يحد من انتشاره، وهو ما يأمل إليه في التوصل إليه خلال هذا العام أو العام المقبل على أقصى تقدير. لذلك الخلاصة على القول هذا، منصف سلاوي رجل مهمات صعبة تم تعيينه من طرف رئيس الأمريكا شخصيا، تم قام بتعيينه على رأس يعني مجموعة كبيرة من الباحثين والمطورون والمهندسون يعني المختصين في قطاع الصحة، وهذا شيء جميل جدا. بالإضافة إلى أن هذا الدواء يعني برغم يعني كل تضافر الجهودات يعني من كل الجهات وكل المصالح وكل الدول، إلى أن هذا الدواء يعني ما عندوش وقت محدد ممكن أن يخرج فيه، يعني المهم ممكن أن يتوصلون إليه في هذا العام، خلال هذا العام يعني إلى نهاية هذا العام ولا العام المقبل. لذلك خوتي خوتتي، المرض هذا مازال مستمر، مازال موجدولوش يعني السم الرادع، مازال موجدولوش السم القاتل، يعني سم لقتل السم الحقيقي هو فيروس كورونا. لذلك خوتي خوتتي، لابد عليكم أن تحترسوا، ولابد عليكم أن تبقوا في دياركم مهما كانت جنسيتكم، مهما كان بلدكم، إن كان بلدكم معني بفيروس كورونا فلابد عليكم أخذ الحيطة والحذر. إن شاء الله ربي سبحانه يوفق أي إنسان على رأسه منصف سلاوي في تبليغ يعني الإنسانية بهذا الدواء، وإن شاء الله يوصلنا هذا الدواء كما نقوله قبل فوات الأوان وقبل فقدان يعني مزيد من الأحباء ومزيد من الأشخاص العزيز علينا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كان معكم جزائري زين ومرتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.